مساء الخير ضيفة على ما استفهام لهذا المساء السيدة كاترين فان ديفيت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية. نحاول أن نناقش مع السيدة كاترين موقف واشنطن، موقف الولايات المتحدة من هذه التغيرات الطارئة التي هبت على المنطقة العربية. أهلا بك سيدة كاترين. طبعا كثير يعتبر أن الولايات المتحدة تعودت خلال العقود الماضية على شكل معين لهذا المجتمع السياسي في المنطقة العربية. فجأة هذه المنطقة فاجأت نفسها قبل أن تفاجئ العالم بتغيرات بدأت في تونس مرورا بمصر وبعد ذلك ليبيا، يمن، سوريا، البحرين، كل ذلك. هل هذا الأمر أولا كان مفاجئا على مستوى المعلومات للولايات المتحدة أم كان هناك توقعات أمريكية في هذا الشأن؟ بصراحة طبعا هذا سؤال مهم جدا جدا. فكان هو مفاجأة وليس مفاجأة، يعني منذ سنين طويلة وخاصة منذ أول إدارة الرئيس أوباما قلنا أن هناك مشاكل في هذه المنطقة. أنا قلنا شددنا على أهمية الإصلاح في هذه المنطقة. إذا تتذكر كلام الرئيس أوباما في القاهرة تكلم عن أهمية الديمقراطية، أهمية احترام حقوق الشعوب. نفس الشيء مع وزيرة كلينتون في الدوحة منذ 3 شهور فقط، قالت أن هذه الأنظمة مبنية على الرمال فيجب أن تتطور مع الأوقات مع الزمن. فهذا كان طبعا توقيت هذه الأحداث كانت مفاجأة لنا كلنا. أتخيل فلا أحد كان يتصور بائع متجول في تونس. لكن هل هذا الكلام برأيك هذا الكلام كان كلام صدفي؟ يعني صدفي أن يقال هذا الكلام كلام أوباما وبعد ذلك كلام هيلاري كلينتون في موضوع الإصلاح، موضوع الديمقراطية، موضوع أن هذه الأنظمة هي أنظمة هلامية، أنظمة على مقامة على الرمل كما قالت كلينتون، وبعد ذلك تندلع هذه الثورات؟ يعني بصراحة هل كان هناك تدخل أمريكي؟ هل كان هناك وحي أمريكي لهذه المنطقة بشكل أو بآخر؟ أم أنه تعتبر هذه الشرارات التي حصلت هي ابنة هذه المنطقة؟ يعني من تونس كانت تونسية والمصر كانت مصرية، لم يكن هناك إيحاءات أجنبية أو أمريكية. أهم شيء أن هذه الثورات جاءت من الداخل ومن الشعوب العربية نفسها، ليس من الخارج، ولم يكن هناك أي دور أمريكي في هذه الأحداث. أحداث تونس، أحداث ميدان التحرير في القاهرة، كل هذه التطورات، كل هذه الأحداث، أصوات الشعوب ترفع، وليس لأول مرة، لكن لأول مرة مع هذه الضجة الكبيرة. بكل صراحة سيدة كاترين، كان هناك علاقات معروفة بين الولايات المتحدة وبين المنطقة العربية بشكل عام وبين دول معينة بشكل خاص. يفترض أن العلاقات ممتازة مع دول الخليج، كانت متميزة مع مصر، مع المغرب، مع كثير من الدول العربية. عندما أتت هذه التغيرات هل حصل إرباك داخل الإدارة الأمريكية؟ وهل التصريحات التي صدرت بشأن تونس أولا وبعد ذلك بشأن مصر، السلوك الذي تم اعتماده أمريكيا بالشأن التونسي وبالشأن المصري كان يعبر عن ارتباك؟ هل الولايات المتحدة كانت تخاف من أن تفقد نفوذها في المنطقة من خلال هذا المتغير الغير معروف النتائج؟ أظن كنا نخاف أكثر من عدم التغير وعدم التطور في هذه المنطقة. رأينا كما رأيت في المنطقة وفي الأمم المتحدة زيادة السكان، زيادة الشباب، التعداد في كل مكان، عدم احترام حقوق الأقليات، عدم احترام حقوق المرأة، وعدم خلق فرص العمل لهذا الجيل النامي وهذا الجيل الواعي بكل ما يحصل في أنحاء العالم. فأعطينا علنا وبشكل خاص نصايح لكل أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة على أهمية التغيير في هذه المنطقة. هذا نقطة مهمة جدا، أن كل هذه الضغوط كانت موجودة واعترفنا بها، أثثنا الحكومات على التأقلم بها والإصلاح. التغيير من أجل ماذا؟ هناك طبعا كان في خوف دائما أمريكي بالقول أن هذه الأنظمة، طبعا هذه الأنظمة الدكتاتورية التي موجودة في المنطقة العربية كانت تقول إما نحن وأما الإخوان المسلمين وأما القاعدة وأما الإسلاميين وأما الإرهاب وأما كل ذلك. هل الولايات المتحدة متأكدة هذه المرة من أن الأنظمة البديلة التي هي بصدد التشكل حاليا، لا نعرف هذه الأنظمة البديلة
تطمئن الولايات المتحدة؟ هناك الاختيار بين الاستقرار والديمقراطية اختيار كاذب، ليس هناك اختيار. نحن نعتقد أن الاستقرار يأتي من الديمقراطية، يأتي من قدرة الحكومات في المنطقة على تلبية احتياجات شعوبها من فرص العمل، من الحقوق العامة، حقوق الإنسان، التجمع، الاتصال عن طريق الإنترنت إلى آخره. هذا مسؤولية أي حكومة. فإذا ليس هناك دور لكل الأصوات في المجتمع ينبع تطرف من عدم الحرية ومن عدم الاحترام. لماذا أنكم تقبلون نتائج الانتخابات بشكل ديمقراطي حتى لو أتت بتيارات كانت تخيف الولايات المتحدة قبل ذلك؟ نتحدث أساسا عن تيارات إسلامية. هل بدأتم في الولايات المتحدة تتحضرون لهذا الاستحقاق، هذا الاحتمال؟ نحن مستعدين نتعامل مع أي حركة أو أي حكومية، أي أطراف في المجتمع تحترم حقوق شعوبها. فأهم من رأي الولايات المتحدة هو رأي هذه الشعوب أنفسهم. هل هم احتجوا؟ هل هم تظاهروا في ميدان التحرير لفقدان هذه الحقوق؟ لا أتصور. طيب سنعود إلى ما هو طارئ حاليا. الاجتماع بالأمس كان في لندن، اجتماع ضم حوالي 40 دولة لمناقشة الوضع الليبي. أريد بكل صراحة سيدة كاترين أن أعرف ما هو الموقف الأمريكي الصحيح. هل الولايات المتحدة تريد حماية المدنيين أم تريد الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا؟ نريد مستقبل أفضل لشعب ليبيا، نريد ما يريده الشعب ليبيا، وهذا الديمقراطية، مجتمع يحترمهم. لا نريد أن نرى طاغية يهدد شعبه بالقتل، بيت بيت، دار دار، زنجة زنجة. فكيف نستطيع أن نقبل؟ العالم كيف يستطيع أن يقبل؟ فأمس رأيتم أن المجتمع الدولي تكلم بصوت واحد، صوت موحد، أن انتهى عهد القذافي، انتهى عهد هذا القتل والاعتداءات. حماية المدنيين هذا هدف هذه العملية العسكرية، ويتشرف عليها الآن الناتو. والمستقبل الأفضل لليبيا، هذا كان الهدف الثاني من هذا المؤتمر. طبعا هناك خلاف بين الولايات المتحدة حتى الآن وبين روسيا والصين حول ماذا يعني حماية المدنيين، لأنه في وجهة نظر تقول أن الولايات المتحدة والتحالف حاليا، نتحدث عن الناتو حاليا، يقومون بطلعاتهم الجوية التي تسمح للثوار بالهجوم على نظام معمر القذافي، وهذا لا يسمى عرفا أنه حماية المدنيين، بل هو إعطاء قوة لطرف على حساب قوة أخرى. هناك نقاش حول هذه المسألة. صحيح، هناك نقاش، ونقاش ساخن، وهذا هو المطلوب في هذه الظروف الاستثنائية. لكن الذي نعرفه أن هناك هجوم، هناك مهاجمات من قوات القذافي على المدنيين الليبيين وغير الليبيين المقيمين في ليبيا. هنا مدينة مصراتة مثلا منعزلة تماما، منقطعة عن المساعدات الإنسانية، عن المياه، عن الأغذية، وفوق كل شيء عن المساعدات الطبية مثلا. فهناك حالة مسة في أجزاء من ليبيا. فهذا هو أهم شيء والتركيز الأول، كيف نساعد كل هؤلاء العايشين في ليبيا ونحميهم من هذه المهاجمات. أريد أن أناقشك بما ذكرته صحيفة أمريكية، صحيفة الواشنطن تايمز، بأنها التقطت مجموعة من التناقضات في خطاب الرئيس أوباما الذي كان متعلق بالشأن الليبي. أولا، الصحيفة تقول أن أوباما انتظر 9 أيام بعد بدء القوات الأمريكية الانخراط في العمليات الحربية في ليبيا ليلقي خطابا هاما للأمة، وتجنب في البداية إبداء أكثر من ملاحظة روتينية، لأن الانخراط الولايات المتحدة في الحرب كان من المفترض أن يكون قصيرا ومحدودا. ثانيا، لكن بعد أن أصبحت الحركة أنشط لم يرى أوباما تأييد الرأي العام الذي يستمتع به معظم الرؤساء بعد إطلاق العنان للقوة العسكرية، فاضطر إلى إلقاء هذه الخطبة. هناك طبعا يعني خلاف، لماذا أولا الولايات المتحدة كانت تعطي الانطباع، لا نعرف إذا هذا كان صحيحا، بأنها ليست في الصف الأول في الحرب بين مزدوجين ضد ليبيا، وأن الحركة أساسا فرنسية بريطانية أكثر من ذلك.
وكأن هناك خجل في هذا الموضوع هذه المرة. خلينا ننظر إلى ما أنجز حتى الآن. يعني في أقل من 31 يوم هناك عقوبة شديدة غير مسبوقة على قذافي. هناك طلب من الجامعة العربية ومجلس دول الخليج إلى مجلس الأمن لمساعدة لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا ولمساعدة الليبيين وحمايتهم من اعتداء قوات القذافي. هناك عقد مؤتمر أمس في لندن لتوحيد الصفوف العربية الدولية على كيف نتعامل مع هذا. قد دمرت القذافي يعني دفاع القذافي في ليبيا. هناك تحرك أمريكي وتحرك دولي وتحرك من المنطقة لمواجهة هذه الأزمة. أزمة جاءت من أين؟ أزمة جاءت من عدم احترام القذافي حقوق شعبه للمظاهرة السلمية وفقط. غريب أيضا أن أوباما في محاضرة ألقاها في جامعة الدفاع القومي في واشنطن ألقاها أمس الثلاثاء، قال أن بلاده لن تكرر الأخطاء التي ارتكبتها في حربها على العراق بمحاولتها الإطاحة عسكريا بالزعيم الليبي معمر القذافي، لكنه شدد على أن العالم سيكون أفضل في غيابه. قال إذا حاولنا الإطاحة بالقذافي بالقوة فإن تحالفنا سينهار، مضيفا يجب علينا عدم عندها على أرجح إرسال قوات أمريكية على الأرض. بمعنى أن أوباما لا يريد قوات تطيح بالرئيس القذافي، لكن يبدو التكتيك الأمريكي حاليا هو مساعدة الثوار. وحتى في تصريحات أعتقد في مقابلة مع الان بي سي قال أنه احتمالات الخيارات مختلفة في ليبيا بما أوحى بإمكانية تسليح الثوار. هل هناك وضوح في الولايات المتحدة؟ تريدون تغطية جوية، حظر جوي، ضرب القواعد العسكرية الأمريكية، بعد ذلك ممكن أن يذهب إلى تسليح الثوار وإلى الإطاحة فعلا بنظام القذافي؟ نرجع إلى النقطة المهمة، وهذا هو أن الحظر الجوي كل هذا يأتي من قرار مجلس الأمن 1973 وبناء على طلب من الجامعة العربية لحماية المدنيين في ليبيا، لحماية ولمنع الاعتداء عليهم في مدنهم ومنع المساعدات الإنسانية ومنع خروجهم من هذا البلد إلى آخره. كل هذه الأشياء تأتي ضمن شمسية أو مظلة دولية لهذه العملية. هذا ليس سياسة الولايات المتحدة فحسب، هذا سياسة دولية وهناك إجماع دولي عليه لحماية المدنيين ولتخطيط مستقبل أفضل لليبيا. في لندن أمس ماذا حصل برأيك؟ هل كان هناك تناقض؟ 40 دولة اجتمعت، هل تم تدوير الزوايا، تم الإجماع، أم كان يعني وضع التسوية لهذا الإجماع؟ أنا أظن أن طبعا لما لديك 40 دولة تحاول أن تتفق على شيء هناك بعض الاختلافات طبعا، لكن كان هناك اتفاق على أن القذافي يجب أن يرحل. كيف لا نعرف بعد، فعلى أنه سوف نساعد الثوار في ليبيا، كيفية هذا ما زالت قيد النقاش. كان هناك إجماع على أهمية حماية الشعب الليبي. بالانتقال إلى موضوع آخر، موضوع ساخن، موضوع اليمني، هل هناك ما خارطة طريق معينة أمريكية؟ على الأقل في علاقة الولايات المتحدة مع النظام اليمني كان هناك هم أمني أساسا، وكان هناك تعاون أمني. واللافت ما قال وزير الدفاع روبرت كيس مؤخرا أنه انهيار النظام في اليمن قد يعني يفتح المجال إلى نشاط أكبر لتنظيم القاعدة. لا أعرف الولايات المتحدة هل هي داعمة للرئيس علي عبد الله صالح، داعمة لنظام اليمني، أم تريد سيناريوهات أخرى؟ نحن نعتقد أن مستقبل اليمن في أيدي اليمنيين، وليس للولايات المتحدة أن نختار أو نقول من سوف يقول رئيس. قد قال الرئيس صالح أنه سينقل السلطة بشكل منتظم، فنحن نتمنى أن سوف نرى ذلك، لكن عبر الحوار مع كل أطياف المجتمع اليمني. هل ما صرح به وزير الدفاع من هذا الخطر، الوزير الدفاع الأمريكي، خطر القاعدة، قد يفهم يمنيا وقد يفهمه الرئيس اليمني بأنه دعم
من واشنطن لنظام الرئيس علي عبد الله صالح؟ هناك علاقة قوية وطويلة الأمد بين الحكومة الأمريكية والحكومة اليمنية، ليس فقط في المجال الأمني لكن أيضا في المجال المدني والمساعدات لتقوية اقتصاد اليمن. اليمن يواجه كثير من التحديات الأمني الاقتصادي السياسي، كلها مرتبطة ببعض. فهذه العلاقة كانت علاقة على أساس احتياجات اليمن ليس فقط الأمنية وأيضا الاقتصادية والسياسية. أريد أن أذكر أيضا أن هناك لجنة حاليا تضم المعارضة والمؤتمر الحاكم، الحزب الحاكم أيضا، بحضور السفير الأمريكي في اليمن لمناقشة موضوع تسليم السلطة، بمعنى أن السفير الأمريكي حاضر، واشنطن حاضرة في هذه المفاوضات، من أجل ماذا؟ نحن لدينا اتصالات مع كل الأحزاب وكل أطياف المجتمع في اليمن، كل الأحزاب السياسية، الجهات السياسية، فلدينا استشارة طويلة الأمد معهم، وسنعطي نصايح إذا طلبوا نصايح منا، لكن هذا الاختيار هو سوف يكون لليمنيين، ويجب أن يكون عبر حوار بناء شفاف يتضمن كل هذه الفئات. عندما يقول الرئيس علي عبد الله صالح أنه بإمكان أي صراع داخلي في اليمن أن يتحول إلى حرب أهلية، ينتهي إلى تقسيم البلد إلى 4 دول في اليمن، بهذا المعنى سيصبح هناك فوضى ليس فقط في اليمن بل في المنطقة كلها. هل طبعا إضافة إلى ذلك تصريحات اللافتة لوزير الدفاع روبرت كيتس، هل هذا يعني تحضير لأن تقوم الولايات المتحدة بتدابير أمنية معينة قد تشمل تدخل أمريكي عسكري لحماية أمن اليمن؟ ليس سوف يكون هناك أي تدخل عسكري أمريكي في هذه المنطقة. ليس هناك تدخل أمريكي في ليبيا، لن يكون هناك تدخل في اليمن، لكن هو يعكس أكيد رأي الوزير كيتس، وهذا طبعا مسؤوليته، يعني همه عن المشاكل الأمنية داخل ليبيا. كلنا نعرف أن عن اليمن، في اليمن، أن في اليمن يعني هناك تحديات كبيرة ليس فقط للحكومة اليمنية لكن للمنطقة وللمصالح الأمريكية، وأسفرت عن هجمات على أمريكا وعلى جيران اليمن. فهي اهتمامات طبعا لدينا كلنا ليس فقط اليمنيين. قبل أسابيع كان هناك خطاب شهير للرئيس اليمني اتهم فيه جهات خارجية، اتهم إسرائيل أساسا الولايات المتحدة بتدبير مؤامرة بين مزدوجين ضد حكمه، وبعد ذلك قيل أن الرئيس علي عبد الله صالح اتصل بجهات الأمريكية معتذرا أو محاولا تفسير هذا الكلام. هل هذا التفصيل أساء العلاقة بين واشنطن والرئيس اليمني؟ هو العلاقة مستمرة طبعا، هي علاقة مع ليس فقط الرئيس لكن مع حكومته أيضا ومع الشعب اليمني، فنرى كيف نستطيع أن نساعد في الحوار، في بدء حوار واستمرار هذا الحوار. فأظن أن وقت اتهام الأطراف الخارجية قد مضى. بأنتقل في نفس المنطقة إلى الموضوع البحريني، أريد أن تعترفي معي سيدة كاترين أن هناك إرباك معينا كان في الموقف الأمريكي تجاه البحرين، على الأقل على مستوى تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي علقت على تدخل درع الجزيرة العربية، دخول قوات سعودية إماراتية قطرية أيضا كويتية بحرية إلى البحرين، علقت بأن هذا تدبير خاطئ وأن هذا خيار خاطئ قبل أن تغير رأيها بعد 24 ساعة، وتعتبر أنه من حق البحرين أن تستعين بدرع الجزيرة العربية، وتتهم إيران مباشرة بالتدخل في الشأن البحريني. ما الذي حصل؟ لماذا هذا الإرباك في الموقف الأمريكي في البحرين؟ أنا لا أرى إرباك ولا أرى تناقض بصراحة. هناك مبدأ ثابت بالنسبة للبحرين، نحن نعتقد أن الأزمة في البحرين أزمة داخلية، أزمة بحرينية. طبعا هو من حق البحرين حسب اتفاقها الأمني وفي الخليج أن تجيب القوات من الخارج، لكن في رأينا هذا ليس هو الحل. هذه ليس أزمة أمنية، هذه أزمة سياسية، فالحوار والحل يوجد في الحوار بين الأطراف. البحرين جزيرة صغيرة، فمجتمع صغير، فيجب أن يكون هناك انسجام بين كل أطراف وأشكال المجتمع. قيل أيضا أن الولايات المتحدة أعتقد بشخص نائب الرئيس الذي زار البحرين
أعطى نصائح بهذا الصدد بالإصلاح والحوار وكل ذلك، وأنه يبدو أصبح تحول الأمر إلى خلاف بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة حول هذا الأمر، أدى إلى تدخل السعودية في هذا الشأن بشكل مباشر. هل رأيك، أنا واشنطن حتى الآن لا تفهم هذه الحساسية الخليجية في هذا الموضوع، ولا تتفهم شعور أهل الخليج بالخطر الإيراني عليه؟ بالعكس، أظن نحن نفهم الخطورة الإيرانية بالتفاصيل، فلذلك لدينا ائتلاف دولي لفرض العقوبات على إيران، لعزل حكام إيران، ونفهم مثل ما يفهم حكام الخليج الخطورة والخطر التي يمثلها إيران على هذه المنطقة. فهناك تدخل سافر من إيران في بعض أجزاء المنطقة. لكن نرجع إلى موضوع البحرين، نعتقد أن هذه مشكلة بحرينية والحال يجب أن يأتي من الداخل. هل لديكم قلق أم أن الأمر استتب في البحرين؟ للتذكير بأن هناك قاعدة، أعتقد الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وبالتالي أي مساس بأمن البحرين هو مساس بأمن الولايات المتحدة. هل شعرتم بحرج في البحرين من أن يتطور الوضع إلى أن تتورط الولايات المتحدة في هذا الصراع الداخلي؟ شعرنا بالحرج بالنسبة لقتل المتظاهرين المدنيين وأذن ذلك، ففعلا لا نريد أن نرى أي عنف، ونريد أن يمارس مواطنو البحرين حقوقهم العالمية مثل كل الشعوب في المنطقة، وهذا مبدأ أساسي مهم بالنسبة للعلاقات الثنائية، هي قوية حتى الآن. كنت تحدثت قبل قليل عن وجود السفير الأمريكي في اللجان التي تناقش موضوع تسليم السلطة في اليمن. كان تم الكلام في البحرين عن وساطة كويتية، تم الكلام عن تدخل إيراني دبلوماسي طالما إيران طلبت بانعقاد مجلس القمة الإسلامية والآخره للتدخل في هذا الشأن، وأرسلت أيضا رسالة إلى مجلس الأمن، والبحرين اعتبرت هذا الأمر تدخل في الشأن الإيراني. أليس هناك ترتيبات أمريكية، سيناريو أمريكي لوساطة أمريكية ما بين المعارضة والسلطة داخل البحرين؟ في البحرين لا أظن أن هذا الموضوع يرجع إلى حكم البحرين، وإلى هو إذا الأزمة بحرينية، إذا الحال بحريني، نحن كشركاء وأصدقاء نستطيع أن نناقش هذه الأمور في البحرين. أجوبة ملائكية سيدة كاترين، الولايات المتحدة وكأنه لديها مصالح وتدافع عن مصالحها، ولديها خطط، ولديها يعني في أجوبتك دائما ندع كل هذه الشعوب تدافع عن نفسها أو تحل قضاياها، وكأنه هذه الشعوب قادرة على حل قضاياها دون تدخل قوى كبرى نافذة كالولايات المتحدة. هل لديكم ثقة هذه المرة بهذه الشعوب؟ لدينا اعتقاد سائد وثابت أن الاستقرار الحقيقي يأتي من رضا المحكومين، الشعب داخل أي بلد. إذا هناك قمع، إذا هناك عدم الحرية، هذا لا يمثل الاستقرار، هذا يمثل العكس. فنعتقد أن الاستقرار يأتي من الانسجام داخل أي مجتمع وليس العكس. فهذا الاستقرار الحقيقي مؤسسا على القيم العالمية والديمقراطية، هذا سيقود إلى أو سيؤدي إلى مصالحنا، هذا من المصلحة الأمريكية. في القسم الثاني سيدة كاترين سنناقش موضوع العلاقة الجديدة أو حتى الموقف الأمريكي مما يحصل في سوريا من تحركات، وأيضا ما حصل وما يحصل في المنطقة بشكل عام. بعد الفاصل معنا.
Claire, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, raconte tes vacances. Claire. Claire. Claire, où es-tu? Tu voudrais autre chose? واشنطن والحراك عند العرب موضوع نحاول أن نستفسره من الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيدة كاترين فان دوفيت هذا المساء في علامات استفهام. في الموضوع السوري هناك حراك سوري على الطريقة العربية الحاصلة في كل مكان، وهناك طبعا موقف أمريكي كان عبر عنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر الذي قال أن على الرئيس السوري أن يحرز مزيدا من التقدم في شأن الإصلاحات السياسية، وينبغي أن يفي بحاجة مواطنيه وطموحاتهم. أيضا وزارة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقول عبرت عن الإدانة الشديدة للقمع القاسي الذي قامت به الحكومة السورية المتظاهرين، وخصوصا العنف وقتل المدنيين على أيدي قوى الأمن. طبعا اليوم الرئيس السوري في خطابه في البرلمان السوري أعلن مجموعة من الإصلاحات. لا أعرف إذا كان هناك تمني أمريكي بأن الثورة تقوم في سوريا على الطريقة المصرية والتونسية وإلى آخره، أم كان هناك خوف أيضا من أن ينهار الوضع في سوريا وأن تصبح سوريا عبء على الأمن الدولي أيضا. هو بالنسبة للوضع في سوريا نتفق مع رئيس بشار الأسد أن سوريا على مفترق الطرق، فأمامها إمكانية دور إيجابي في هذه المنطقة، وقلنا ذلك أكثر من مرة فلم يتغير موقفنا، أو أمامها عدم الإصلاح، عدم تلبية احتياجات وتطلعات شعبها. فسوريا لديها تعداد شباب، هناك مشاكل مع الجفاف، يعني لديها مشاكل اقتصادية سياسية، ولديها سجل ليس أبيض في مجال حقوق الإنسان. فنتمنى أن سوف نرى الإصلاح كما وعد الرئيس بشار في المستقبل القريب. لكن كلمة نتمنى وكلمة ندين أو كلمة ننصح هو بالمعنى يعني سلوك إيجابي أمريكي نوعا ما، ليس هناك تهديد بأكثر من ذلك. حتى يساعدكم في ذلك يعني وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي يقول الوقت ليس مؤاتيا لفرض عقوبات أو تدخل من الأمم المتحدة. أيضا نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ يقول لا ضرورة لتدخل دولي في سوريا، وكأن هناك رسائل تطمينية من الغرب إلى سوريا. لا أعرف إذا كانت هذه الرسائل نابع عن اتصالات معينة مع نظام الرئيس بشار الأسد، أم عن تمني دولي أو عن عدم قدرة دولية بالضغط أكثر من ذلك على سوريا. أظن أن هناك يعني رسالة واضحة من مدة من الولايات المتحدة إلى سوريا أو من إلى غيرها، كما قلت في الأول مثل وزيرة كلينتون في الدوحة. بالنسبة لهذه المنطقة يجب الإصلاح الاقتصادي السياسي والاجتماعي، يعني الحكومات التي لا تتغير مع مرور الوقت لن تكون مستقرة، فلن تجد دعم شعبها بعد فترة، يجب أن تلبي طموحات شعبها. فليس رسالة أمريكية، هذا الخط على الحائط إذا أردت. بالنسبة لأي حكومة في أي مكان، ليس فقط في الشرق الأوسط لكن في العالم. هل لديكم تقييم لما جرى في سوريا؟ هل هي ثورة على الطريقة المصرية التونسية، أم أن هناك تدخلات خارجية كما قال الطرف السوري الرسمي بكان هناك تدخلات خارجية، وكان هناك تم الحديث عن وجود أسلحة وعن وجود من أتى من الأردن وكل ذلك؟ هل تعتقدون أن في الأمر مؤامرة إقليمية، أم أن الأمر داخلي سوري محض؟
أنا لست من صاحبات المؤامرات، لكن أنا أيضا لست خبيرة بالشؤون الداخلية في سوريا مثلا. الذي نرى أن هناك ضغط على كل الحكومات والحكومة السورية في ضمنها للضغوط لتوفير فرص العمل، للإصلاح الاقتصادي، السماح للشعوب أن تمارس حقوقها العامة، حرية التعبير، حرية التجمع السلمي، رفع قانون التواري مثلا. هذا الشيء نريد أن نراها في سوريا. قلنا ذلك. برأيك الشخصي سيدة كاترين فاندوفيت، وأنا يعني أستند على خبرتك في علاقتك بالمنطقة وخصوصا في سوريا أيضا، هل يستطيع النظام السوري إصلاح نفسه بنفسه؟ هل مبدئيا نظريا بإمكان هذا النظام أن يصلح نفسه بنفسه؟ هل تعولون على ذلك؟ هل هو تمني أم هو إيمان بأنه بإمكان نظام معين أن يصلح نفسه بنفسه؟ هذا فعلا ليس سؤال للحكومة الأمريكية، هذا سؤال للحكومة السورية وسؤال للشعب السوري. هل سوف تستطيع الحكومة السورية أن تستجيب إلى هذه الطلبات من الشعوب؟ هل ستستطيع أن توفر فرص العمل للشباب؟ هل تستطيع أن تتغير وتتأقلم مع الأوقات الآن، مع الأزمنة؟ هذه هي الأسئلة كل الحكومات في المنطقة، ليس فقط الحكومة السورية. فمستقبل هذه الحكومات تعتمد على ذلك. سيدة كاترين، طبعا في الأسابيع أو في الأشهر أو في السنين السابقة كان دائما الحدث الأساسي هو حدث هذه العلاقة السلبية بين إيران من جهة والغرب من جهة أخرى، الكلام عن البرنامج النووي، الكلام عن المفاوضات وعن فشل المفاوضات، عن المجموعة 5+1 إلى آخره. بعد ذلك غاب هذا الحدث وهذا الخبر عن الصحف بسبب ما جرى في المنطقة العربية. إيران تعتبر أن ما يجري في المنطقة العربية هو تقليد للثورة الإسلامية في إيران، وأن إيران مستفيدة، بمعنى السياسة الإيرانية مستفيدة من هذه التغيرات، بينما الولايات المتحدة تعتبر أن ما يجري في المنطقة العربية هو نزوع نحو حقوق الإنسان والديمقراطية والليبرالية وكل ذلك. بصراحة، هل هناك حاليا تنافس ما بين واشنطن وطهران حول من يستفيد أكثر من نتائج ما يحصل في المنطقة العربية؟ أنا أعتقد الآن أن ما يتسم الموقف الإيراني أو موقف الحكومة الإيرانية النفاق أكثر من أي شيء آخر. فكل هذه الإدعاءات بالثورات الإسلامية في هذه المنطقة كلام فارغ. ففي نفس الوقت، يعني خلال أحداث العالم العربي، كان هناك مارس النظام الإيراني قمع شديد على شعبه. هناك أكثر من 70 شخص عدم وقتل على أيدي الحكومة الإيرانية منذ أول هذه السنة. هناك عدد غير مسبوق من ناشطي حقوق الإنسان، حتى من الأجانب، من الصحفيين إلى آخره، في السجون الإيرانية. فإذا تستغل إيران من الوضع، هو تستغل فقط لقمع شعبه أكثر من في الماضي. فهذه التصرفات مثيرة جدا للقلق، ولذلك هناك عقوبات إضافية على النظام الإيراني، ليس فقط للبرنامج النووي، لكن أيضا بالنسبة للحقوق، انتهاكاتها لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، كان في تناقض بين النظام المصري السابق أيام الرئيس مبارك وبين إيران. هل لديكم، طبعا ومصر صديقة كانت للولايات المتحدة وما زالت صديقة، لكن هل لديكم تخوف من أن تتحول هذه التغيرات إلى أنظمة حكم تصبح صديقة لإيران وقد تتفق مع السياسة الإيرانية في نواحي معينة تتناقض فيها مع الولايات المتحدة؟ هل هناك تخوف، وكيف، ما هو التدبير لنزع هذا التخوف؟ طبعا التكهن والتنبؤ شيء خطير طبعا، لكن لا أعتقد أن المبادئ التي دافع عنها الشباب والجماهير المصرية في ميدان التحرير أو في تونس أو في غيرها هي مبادئ الحكومة الإيرانية. فهذه الحكومات وهذه الشعوب تفهم تدخلات إيران في هذه المنطقة، ترفض هذه التدخلات.
فقد المتظاهرون في سوريا مثلا احتجوا على التدخل الإيراني في بلدانهم على تدخل حزب الله وإلى آخره. فأظن أن هناك وعي رسمي وشعبي عن التصرفات الحكومة الإيرانية. بإمكان إيران طبعا إيران لديها سياسة أساسا تعتمد على العداء ضد إسرائيل، بينما الولايات المتحدة لديها سياسة أساسا تعتمد على الصداقة مع إسرائيل. هل هذه التحولات في المنطقة العربية قد تحول من سياسات سابقة لاسيما في مصر مثلا من الموضوع الإسرائيلي تقترب به من إيران أكثر من اقترابها من واشنطن؟ وفي هذا الصدد يعني هل أيضا هذا الموضوع العربي الأساسي المركزي تأخر في الأجندة الأمريكية، تحدث عن الموضوع الفلسطيني بشكل عام، تأخر لمصلحة إيران هذه المرة؟ ليس هناك تأخر من حيث الأهمية التي نضعها على هذه القضية. طبعا بالنسبة للسلام في المنطقة ما زال أولية كبيرة للولايات المتحدة، فتصرفات إيران لن تؤثر على ذلك. نتمنى أن الحكومات الجديدة ستحترم اتفاقاتها مع إسرائيل. الحكومة المصرية الانتقالية مثلا وعدت أنها سوف تحترم هذه الاتفاقات. والسلام هذا في مصالح شعوب المنطقة. ماذا يريدون؟ يريدون فرص العمل، فرص اقتصادية، احترام حقوقهم العامة وإلى آخره، وحريات سياسية. فالسلام بين إسرائيل وجيرانها، السلام بين العرب وجيرانها، كل هذا يأتي في مصلحة هذه الدورات وليس العكس. في كلامنا عن إيران، هل تتوقعون أن تتأثر إيران والشارع الإيراني بما يحصل في المنطقة، علما أنه يعني إيران الشارع الإيراني كان سباق على المنطقة العربية بعد الانتخابات الأخيرة، يعني شهدنا ما حصل في الشارع. لكن معلوماتكم في الموضوع الإيراني، هل تعتبرون أنه هذا الشارع المعارض الإيراني بإمكانه أن يتأثر بالشارع المعارض العربي وتنتقل العدوى من المنطقة العربية إلى إيران؟ أظن قد حصل هذا التأثر. رأينا تظاهرات في المدن الإيرانية، رأينا شجاعة حقيقية من المتظاهرين في الإيران، من المحتجين، من المعارضين على هذا النظام. فأظن سوف يكون هذا طبعا تكهن، ولا أفضل التكهن، لكن أعتقد أن سوف يكون هناك تأثير. الاضطرابات العربية، المظاهرات، كل ذلك كانت في كل الدول الصديقة وغير الصديقة للولايات المتحدة طبعا، لكن في دولتين صديقتين هما الأردن والمغرب أيضا كان هناك اضطرابات. هل هناك قلق أمريكي من ما يجري عند هذين الصديقين الأردن والمغرب؟ نحن لدينا نفس الرسالة لهذه الحكومات الصديقة، فأن الأوان للإصلاح السياسي الاقتصادي إلى آخره وتلبية طموحات شعبها. فنعتقد أن هذه الحكومات قد بدأت في المغرب، قد أعلن الملك بعض الإصلاحات المهمة، وقد أنجز الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة. ونفس الشيء في الأردن، هناك تحركات جدية من قبل الحكومة لتجنب النزاعات الكبيرة التي رأيناها، أو نشوب نزاعات التي رأيناها في الدول الأخرى. فطبعا نفس الرسالة، الإصلاح، احترام حقوق الشعوب. أريد أن أنقلك من المنطقة إلى الولايات المتحدة، أريد أن أفهم منك أكثر نوعية الجدل الحاصل في الولايات المتحدة حول دور الولايات المتحدة فيما يجري في المنطقة العربية. هل الجدل يعني هل هناك من هو راضي على هذا الدور المؤدب المهذب للولايات المتحدة في المنطقة، أو هناك من يريد دورا أكثر فاعلية على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي؟ أي جدل أمريكي في هذا الشأن؟ أظن نرى في الوضع الحالي الفرص، الإمكانيات الكبيرة أكثر من أي شيء. طبعا هناك تحديات خطيرة، إمكانية انهيار نظم، هذا طبعا دائما تخوف، لكن في نفس الوقت تحركات وانتفاضات لم نعتقد أن سوف نراها، ولا أحد كان يعتقد أن سوف يراها في حياته، مفاجأة للعالم كله. فلا تنسى أن لن نرى إلى العلاقات بين الأمريكي والعالم العربي فقط في كدقائق أو كسنة أو سنتين. هذه العلاقات
تمتد إلى مئات السنين وعلى عدة مستويات. هناك مواطنين عرب كثير في الولايات المتحدة، هناك أمريكان عايشين في العالم العربي في الشرق الأوسط. هناك عدة مستويات لهذه العلاقات وسوف تستمر. من أجل ذلك سألتك عن النقاش الأمريكي الداخلي في الصحافة الأمريكية، في الكونغرس الأمريكي، بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين. هل هناك إجماع حول الموضوع أم هناك أسئلة وأجوبة؟ كيف طبعا الجدل في الولايات المتحدة حيوي عادة. الديمقراطية الأمريكية دائما فيها جدل حي وساخن، فلم تتغير ذلك يعني. بس لكن المصالح الأمريكية في الخارج هي تقريبا ثابتة، وهناك اتفاق انسجام بين الحزبين على ذلك، احترام الحقوق العامية للإنسان، يعني تشجيع الإصلاح في المنطقة. أظن هناك هدف مشترك، أن كيفية الوصول إليه يختلف من وقت إلى آخر. أريد أن أفهم منك كلمة تشجيع الإصلاح في المنطقة، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن هناك يعني ميزانيات معينة ستفتح؟ طبعا البحرين هناك أزمة داخلية في البحرين بين معارضة وبين سلطة، تحولت إلى أزمة مذهبية نوعا ما. فتحت مجموعة الدول التعاون الخليجي، مجلس التعاون الخليجي، 10 مليار للبحرين و10 مليار لعمان لحل المسألة. نعرف أيضا أن أحد أسباب المشكلة في اليمن أساسا مشكل اقتصادي. عندما تقولون نريد تشجيع الإصلاح، ماذا يعني ذلك غير كلمات الدبلوماسية؟ هل يعني فتح الإمكانيات سياسي أخرى للأمريكي في المنطقة؟ هذا يعني أشياء حقيقية جدا. هذا يعني شراكة. أولا شراكة مع على سبيل المثال تونس ومصر. لدينا صندوق في للاستثمار أو لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص في تونس ومصر. قلنا بكل وضوح وبالتفاصيل مؤخرا أن سوف نساعد توسيع هذا القطاع الخاص لكي يوفر فرص العمل للشباب هناك. فهناك شراكات مستمرة أيضا لتشجيع رواد الأعمال ولبرامج التبادل بين البلدين. فهناك أموال مخصصة، ملايين، مئات الملايين من الدولارات لهذه الإصلاح. يعني نحن نساعد، الإصلاح يجب أن يأتي من الداخل، لكن نحن مستعدون بكل الإمكانيات أن نكون شركاء في هذه العملية. اعتمدتم أو على الأقل تم اعتماد صيغة تدخل الجيش في اليمن، عفوا، في تونس وفي مصر. ويعني المفارقة أن قائد الأركان المصري أثناء الاضطرابات كان موجودا في واشنطن وعاد من واشنطن إلى بمعنى أن هناك علاقات متينة بين الجيش المصري، بين المؤسسة العسكرية المصرية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هل برأيك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعتمد العلاقة مع المؤسسات العسكرية كأمان لهذه المنطقة، أم لكل بلد هناك حالة تختلف؟ على ماذا تعتمدون؟ أريد أن أفهم هذه الأمريكا على ماذا تعتمد من أجل الأمان، أمان الأمريكي في المنطقة، على أي عناصر؟ على حزب سياسي، على مؤسسة عسكرية، على مجتمع مدني، على ماذا؟ هو يعتمد على العلاقات الجيدة، لكن ليس في فترة قصيرة، نطورها خلال السنين. يعتمد على التفاهم ومعرفة البعض بالبعض. مثلا في نقارن بين مصر، كان لدينا علاقة طويلة الأمد وبرامج تبادل ليس فقط مع الجيش المصري لكن مع كل المجتمع، مع الجامعات، مع رجال الأعمال، مع الطلاب إلى آخره. وعلاقتنا مع ليبيا وكان هناك عزلة أو كان هناك لم يكن هناك علاقات بين ليبيا والولايات المتحدة لمدة طويلة، ولذلك ليس هناك نفس الدرجة من التفاهم. فيعتمد أولا وفوق كل شيء على العلاقات، يفهمون نفهمهم، وبعد ذلك على أشياء طبعا كل العلاقات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية. في عهد الرئيس بوش في العهد السابق أيضا كان هناك خطاب أمريكي يدعو إلى تغيير في المنطقة والديمقراطية وإلى آخره، وبعد ذلك أصبح الخطاب الأمريكي يفهم منه وأننا نريد هذا الاستقرار بغض النظر